اليوم شفنا معناها تقريب مثال السيارة الشعبية يعني أصبحت سومة أكثر من 30,000 دينار يعني مع الشعبية يعني أكثر من 30,000 دينار. فهناك توجه لي يعني أن السيارة هذه ترجع شعبية بين ظفرين وتقليص في السعر بتاعها حتى تكون في متناول العائلة المتوسطة ومتوسطة الدخل، تكون على الأقل أقل من 20,000 دينار حتى يتمكن المواطن أو العائلة المتوسطة بتمتع بهذا الإجراء.